بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم جمع المؤنث السالم نبدا في تسميته هل هذه التسميه صحيحه ام ان هناك تسميه اولى منها المشهور هو هذه التسميه لكن العلماء يقولون هناك تسميه ادق لها وقالوا هي ان نسميه ما جمع بألف وتاء زائدتين. العله في ذلك ان هناك بعض الكلمات لم تسلم فيها صوره المفرد، عندما اقول سالم هذا يعني انها قد سلمت صوره المفرد في عند الجمع، لكن بعض الكلمات على سبيل المثال سجده سج ده ساكنة العين هذه الكلمة عندما أصيغها على جمع المؤنث السالم أقول سجدات إذا الصحيح هنا أن صورة المفرد قد تكسرت عند الجمع فلم تبقى سالمة فقالوا الأفضل وغير سجدة ركعة على سبيل المثال وهمزة كلها تجمع على ركعات وهمزات تكسرت صورة المفرد فتغيرت منها عند الجمع، أضفت ألف وتاء زائدة صحيح لكني كسرت هذه الصورة فلم تسلم فقالوا استخدام هذا أو لا. كيف يعرب هذا الاسم؟ جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة، يجر بالكسرة وينصب أيضاً بالكسره كيف دخل هذا الاسم في هذا الباب او في هذا الموضوع وهي موضوعات الاعراب بالنيابه، لاحظ معي الضمه هي علامه اصليه في الرفع والجره هي والكسره هي علامه اصليه في الجر، اذا هذه هي التي ادخلت هذا الباب في ابواب الاعراب بالنيابه، علامه النصب الاصليه هي الفتحه في هي الفتحه واستخدمت الان الكسره وهي هنا في هذا الاسلوب او في هذا الباب هي علامه اعراب فرعيه لانها لم تاتي للجر انما جاءت للنصب وبالتالي فتكون فرعيه اذا عرفنا انه يرفع بالضمه ينصب بالكسره يجر بالكسره امثلته قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات كلها في موضع رفع جاءت مرفوعه وعلامه الرفع هي الضمه يقول الله تبارك وتعالى ان المسلمين لاحظ معي هنا اسم ان منصوب ولانه جمع مذكر سالم فقد جاء منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم هذا حرف عطف يعطف ما بعده على ما قبله في الاعراب هذا منصوب اذا هذا منصوب لكن ما علامة النصب هنا إن المسلمين والمسلمات لاحظ هنا أنه نصب بالكسرة لأنها علامة نصب في جمع المؤنث السالم يقول وفي, وفي, وفي كلامنا نقول وفق الله فاعل وفق فعل الحريصات مفعول به منصوب جاءت منصوبة وعلامة نصبها هنا الكسرة يقول الله تعالى قل للمؤمنات هذه اللام نسميها حرف جر والاسم اللي بعدها ياتي مجرور قل للمؤمنات وجره ايضا بالكسره اذا رفع بالضمه نصب بكسره وجر كذلك بالكسره ينبغي ان ننبه على قضيه هنا وهو هناك بعض الكلمات هذا كلام مهم الحقيقه يعني حتى لا نقع في اي اشكال قادم هناك بعض الكلمات المجموعة على جمع التكسير لكن آخرها يأتي بألف وتاء آخرها يأتي بألف وتاء فيظن الضان أن هذه الكلمات جمع ومختوم بألف وتاء أنها جمع مؤنث سالم وهذا الكلام غير صحيح أمثلة ذلك قالوا أبيات أموات قضات غزاة. السؤال هل هذه الكلمات هل هذه الكلمات من جمع المؤنث السالم لأنها مختومة بألف وتاء؟ هي مختومة بألف وتاء، لكن هل هي تدخل ضمن هذا الباب وهو باب جمع المؤنث السالم؟ الجواب لا، لأن هذه الألف أو التاء لابد أن نتأكد من أنها أصلية أو غير أصلية إن كانت زائدة فهو جمع مؤنث سالم أو جمع مزيد جمع بألف وتاء مزيدتين إن كانت زائدة أما إن كانت من أصل الكلمة فهي جمع تكسير كيف أتأكد؟ نتأكد من خلال المفرد مفرد بيت أبيات مفردها بيت أموات مفردها ميت إذا التاء هنا ظهرت إذا هذه تاء أصلية هذه التاء أصلية ليست زائدة وشرط الجمع هذا الجمع أن تكون ألف والتاء فيه زائدة أيضا قضاة ألف وتاء في آخره لكن قضاة جمع قاض لاحظ الألف هنا إذا الألف هنا أصلية وغزاة غاز الألف ظهرت هنا إذا الألف هنا أصلية إذا حتى يعني أعطي هذا التنبيه أهميته لا بد من التأكد من أن الكلمة التي ختمت بألف وتاء أن الألف والتاء زائدة ليست أصلية بعودتها إلى المفرد إن ظهرت في المفرد فالألف والتاء تكون أصلية هناك ملحقات تلحق بهذا الاسم في إعرابه ترفع بضمة وتنصب وتجر بالكسرة منها أذرعات عرفات أولات بنات أذرعات هذه اسم مدينة في الشام وعرفات الاسم المعروف وأولات بمعنى صاحبات وبنات اللي هو الجمع المعروف لأن اختل في كل منها هي ليست جمع مؤنث سالم على الحقيقة في خلل في شروط الصياغة على الجمع لكنها تعرب إعرابه وبالتالي فنحن نقول أنها ملحقات به وهي ألفاظ محدودة ومعدودة يقول الله تعالى وإن كنا في الآية القرآنية وإن كنا أولاتي حمل في المطلقات يقول وإن كنا أولاتي حمل أولاتي هنا إيش جاءت مكسورة كنا كان مع اسمها وهذه آه خبر كان خبر كان. وخبر كان دائما يأتي منصوب، لاحظ معي أو لاحظي معي أنه نصب هنا بالكسره نيابه عن الفتحه وهي علامة النصب في جمع المؤنث السالم، انتهى هذا الدرس، أراكم في درس قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.